اوكي تمام، نرحب فيكم جميعا لانضموا لنا في هذه الورشة المتعلقة بالتحقق من الأخبار الكاذبة. بحب أرحب فيكم جميعا في هذا الفضاء، في هذه التظاهرة الإعلامية الثقافية العلمية الهامة. منتدى فلسطين الرقمي والقائم على هذه التظاهرة مركز حملة، المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي. اليوم احنا بنلتقي هنا في رحاب هذه التظاهرة للحديث عن موضوع هام جدا ازداد الحديث عنه في الآونة الأخيرة، وهو الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة وسبل التحقق منها في ظل هذا التدفق الكبير لهذه المعلومات على منصات التواصل الاجتماعي وغيرها من الأدوات والتطبيقات الاتصالية الحديثة. يسرني اليوم أن أرحب بزميلي العزيز وصديقي محمود أغزيل، وهو صحفي لبناني وناشر مشارك في دليل معهد الجزيرة للتقصي والتحقق من المعلومات الذي صدر في العام 2017، وهو أيضا من منظمة سميكس، وهي منظمة لبنانية تعمل على تعزيز الحقوق الرقمية في العالم العربي عبر ضمان تطوير شبكة إنترنت حرة ومفتوحة من خلال إجراء البحوث على القوانين والسياسات التي تحكم الشبكة، وأيضا رصد الانتهاكات المتعلقة بالحقوق الرقمية. مش هتحدث كثير، أنا راح أترك المجال لصديقي محمود لأنه في جعبته كثير من المعلومات المتعلقة ب الأدوات والآليات اللي ممكن نستخدمها للتحقق من الأخبار الكاذبة. تفضل محمود، الكلمة معك. شكرا شكرا صديقي بكر، وشكرا على الدعوة للمشاركة معكم بهيك معلومات وتفاصيل. إذا الله رد بتكون شيقة لكم. محمود لو سمحت لي قبل ما تبلش، لأنه نعم سارة قالت لي لازم أذكر، راح نذكر إنه في هناك استبيان بيقدروا المشاركين إنهم يجاوبوا عنه حول موضوع الورشة في البداية، في بداية هاي الورشة. تفضل محمود. تمام. طيب، لكن كرمال نحن نلخص شوي الوقت ما نستعمل كتير، أتمنى تكون الشاشة واضحة وكبيرة قدامكم. لكن بالبداية نحن حنحكي على كيفية نتحقق من المعلومات باستخدام الأدوات المجانية، يعني نبحث على معلومات هيك مستورة ومخباية بزوايا مختلفة من الإنترنت كرمال نتأكد من المعلومات اللي عنا. بالدرجة الأولى، هودي الأدوات هلأ شوي بالسنتين ثلاثة الماضيتين صار اسمهم الأوسنت، واللي أوسنت اللي حنحكي فيهم هي شيء مختلف عن البرامج الشاشة مش معروضة على كل الصفحة. طيب حجرب شيء ثاني، أنا نشوف شو بيطلع هلأ حاليا. اتمنى هلا تكون الشاشه صارت ظاهره افضل. طيب، لكن الاوسنت هي شيء يختلف عن اوبن سورس بروجرام، اللي هي اوبن سورس بروجرام اللي بتكون البرمجيات مفتوحه على الانترنت في اي شخص كان يتابعها ويشوفها. بالدرجه الاولى بتشير لاستخدام للمعلومات المستخلصه من اي شيء موجود على الانترنت، موجود منشور مفتوح من دون ما يكون في، اذا بدنا نقول، سرقه او هاكينج او قرصنه. فشو هن الادوات تبعول الاوسنت؟ الادوات هي السوشيال ميديا، هي الاعلام الاذاعي المرئي المسموع المطبوع، اي شيء منشور على الانترنت ويتضمن التسريبات او البيانات الرسميه. فهودي كلياتهم اي شيء نحن بنشوفه على الانترنت ممكن نستعمله بالاوبن سورس انتليجنس، كيف نحن نستغل ولنحصل على المعلومات اللي بحاجة لها. وطبعا ببعض النواحي حنشوف نمر عليهم، ببعض الأحيان قد يتطلب الأمر دفع مثل اشتراكات أو أجر معين لنحصل على المعلومات، ولكن هالمعلومات بشكل أساسي بتكون موجودة على الإنترنت. وبشكل أساسي أركز على أنه العملية لا تتضمن السرقة أو القرصنة أو حتى التجسس، نحن عم نحكي على معلومات منشورة وموجودة على الإنترنت. لكن لندخل بالأدوات بشكل سريع. هي الأدوات بنشوفهم اللي بنحكي فيها على الخرائط، جوجل ماب، جوجل إيرث وغيرها من هذه الأدوات، بتحكي على رؤية الخرائط والأرض. الأدوات التالية أو المجموعة التانية تتضمن السوشيال ميديا، تويتر، فيسبوك، تيك توك، يوتيوب، سناب شات، هلأ كمان في كلاب هاوس وغيرها وغيرها من المنصات اللي بتطلع كل يوم.
الشيء الثالث اللي هي وسائل الإعلام، كانت مطبوعه ولا كانت مرئيه ولا كانت مسموعه، اي شخص عم يبث نوع من المعلومات اونلاين هو بيكون مصدر لنا لنحصل على هذه المعلومات. والشيء الثالث واللي هو بيكون شوي دقيق اكثر، هي المواد اللي بتعطينا نحن ارقام وبيانات، فيها تكون الجريده الرسميه، فيها تكون مثلا وثائق ويكيليكس، فيها تكون برامج لرصد وتتبع السفن والطائرات، او حتى مواقع يلي بتعطي احصاءات وارقام مثل يلي بتكون تابعه لمنظمه الامم المتحده او منظمه الصحه العالميه بما يخص كورونا مثلا وغيرها من هيدي المواقع. طيب انا يمكن ان نستخدم هيدي الادوات، نحن ممكن استخدام هيدي الادوات بشكل اساسي اذا بدنا نعمل بحث على الاخبار تتعلق بمناطق صراع او حوادث معينه، ممكن يكون اذا بدنا نستعملها بابحاث بيئيه، ممكن يكون للبحث التاريخي، ممكن يكون بقضايا تتعلق بالفساد او تتبع شخصيات معينه، او حتى البحث الجنائي، يعني نتعمق بعمليه البحث ونتعمق بالبحث على الافراد من خلال اثرهم المتروك على الانترنت. يعني كيف مثلا لما تفتشوا على لنقول اسمي على تويتر ممكن تلاقوا نفس الاسم على فيسبوك وبيصير في ترابط وتشبيك مع مصادر تانية. طبعا هودي وين بدنا نستعملهم؟ هلا لبنا ندخل بشكل اساسي نحكي على موقع جوجل. موقع جوجل اغلبكم بيعرفوه وهذا شيء جيد، ولكن في مشكله بينكم وبين موقع جوجل بانه ما في عندكم علاقه غراميه مع موقع جوجل. يعني لما احكي عن علاقه غراميه هي نوع من انه لما انا يخطر على بالي فكره اعرف وصلها لجوجل بطريقه يرد علي بسرعه وبشكل سلس، مش اعمل انا جمل وكتابات وعمليات بحث تاخذ كثير من الوقت وبتاخذ كثير من الجهد وبالتالي تتضعضع هيدي العلاقه الغراميه مع جوجل. انا بدي اخليها هيدي علاقه سلسة وسهلة. إذا أنتم حاليا موجودين أو عم تتابعونا عن طريق اللابتوب أو عن طريق التليفون، أنا بقترح عليكم ادخلوا على موقع جوجل واعملوا بحث على عبارة COVID-19 vaccine. COVID-19 vaccine. أنا متأكد 100% أنه حتشوفوا شيء يختلف عن الشاشة الظاهرة أمامكم، وهيدا مش ضروري يكون شيء غلط، بالعكس هيدا جوهر عمل موقع جوجل أو محرك البحث لدى شركة جوجل. حتشوفوا بطبيعة الحال تقاسيم مختلفة، أخبار مختلفة مبنية على مكانكم الجغرافي، على اهتماماتكم، على شو آخر شيء لفت انتباهكم باللقاحات ضد كوفيد، شيء يتعلق بفلسطين، بمحافظات معينة، بمناطق معينة، وهيدا سحر تبع موقع جوجل. ولكن مع كل هذه الاختلافات بدكم تعرفوا انه في ركائز اساسيه لمحرك البحث. من بينها اذا انا كتبت شيء بالبحث من فوق تلقائيا جوجل حيعطيني ديديومين عباره اخرى، وبالتالي عم يحاول يعطيني فكره بانه العباره اللي انت كتبتها فوق مش كتير مستعمله، بينما العباره هون بالاسفل هي الاكثر استعمالا. ليش؟ من ناحيه انه كوفيد 19 مش كلمه واحده، في هيدي الشحطه بين كوفيد وبين 19، فهيدي الهايفن بتخلي الكلمه موصوله مع بعضها مثل ما شايفين هون كوفيد 19 كوفيد 19 وكوفيد 19. بعدين بيجي عندنا توب ستوريز، وهيدي بيكون مثل جوله اخباريه على ابرز المواقع الاخباريه بالمنطقه اللي عندي او ذات اهتمام عندي او زرتها من قبل، فبتعطينا اجدد القصص تتعلق بكوفيد 19 فاكسين. هودي الكلمة الثانية اللي أنا عم بعمل بحث عليهم. طبعاً بالجزء الثاني وهو الشيء المهم اللي هو بيجي search results اللي هي نتائج البحث، بتجي على التركيبة التالي. في عنا نحن رابط الموقع مثل ما شايفين www.healthcareitnews.com. أوكي، فهذا الرابط بيعطينا فكرة شو هو هذا الموقع قبل ما نضغط عليه ونتابع شو الأخبار أكثر. في عنا بعدين العنوان هو شيء بارز لأنه مثل ما شايفين اللون الأزرق الكبير اللي هو اللينك الأساسي بيجي هيك باللون الأزرق إذا أنا مش ضغط عليه من قبل، وهيدا بيعني عنوان الصفحة. في مش ضروري يكون عناصر موجودة داخل النص، ولكن هيدا عنوان الصفحة. تحته في عنا تاريخ اللي هو تاريخ نشر الصفحة،
فهذا التاريخ هو النشر اللي تم في سوري تاريخ نشر الصفحة المثبورة هون ويلي تتضمن عبارة COVID-19 vaccine. فهودي أمور وعناصر مهمة لأنه هيدي بتكشف لنا إذا بدنا نقول نص لثلاث أرباع المحتوى الموجود على الصفحة قبل ما نضغط عليها وندخل عليها بشكل أفضل. طيب هلأ بدنا نروح أكثر نتعمق بموقع جوجل. حنعمل تمرين صغير. بعرف في منكم متخصص أكثر بالبحث على جوجل، في ناس لسه جدد بطريقة البحث، ولكن بدنا نجرب شغلة بتمرين صغير. أنا بحاجة لأعرف سنة 2020 يعني السنة الماضية ما هو عدد سفراء مصر الفاعلين، يعني عندهم أنشطة بنوع تاني ولكن عندهم رتبة دكتور. فالتمرين هو ما هو عدد سفراء مصر الفاعلين مع رتبة دكتور. حنعطيكم خمس دقائق حنحاول نشوف إذا حدا منكم بيقدر يطلع برقم معين، بأسماء معينة، بعناصر معينة. وطبعا شاركونا معنا هيدي التفاصيل بالخانة الشات. فإذا في عندكم أي رقم أي معلومات قدرتوا تحصلوا عليها اكتبوا لنا إياها. فعبر محرك البحث جوجل سنة 2020 ما هو عدد سفراء مصر الفاعلين مع رتبة دكتور؟ هلأ الساعة 3:15 حنعطيكم للثلاثة وعشرين دقيقة. لكن بعود وكرر نحن نعمل تجربة لنحاول نشوف كيف علاقتكم الغرامية مع محرك البحث جوجل. هل جوجل بيقدر يعطيكم الجواب لهذا السؤال بسنة 2020 كم كان عدد أو ما هو عدد سفراء مصر الفاعلين اللي عندهم رتبة دكتور؟ ما شاء الله صرنا 50 واحد بالغرفة، فأنا منتظر يعني يكون هلأ تفاعل وأجوبة. يعني أتمنى حدا يقدر يوصل لجواب بشكل سريع وبشكل وافي. نحن هون لنسقل مهاراتنا، نحسن من أدواتنا، من طرق البحث اللي قلنا. بدنا نتذكر بأنه خلال البحث عن المعلومات نحن بدنا نعتبر أنه هي شبه البراد. البراد في لحمة، في سمك، في بيض، في خضرة، في فواكه، ولكن أنا في فترة الصبح والله بحب أكل بيضة، فمش ضروري استعمل كل العناصر الثانية. فنفس الموضوع بخلال البحث والتحقق من المعلومات بدنا نشتغل نحن على الأدوات نتعرف عليها كلها، ولكن ما بنستخدم إلا الشيء المناسب لنا. بلشنا نحصل على أجوبة وحنشوف لك نخوض بهيدا الجو.
في عندنا سارة بتقول علاقة الغرامية بجوجل على محك. لا لا، هيدي خطيرة الشغلة، بدنا نشتغل عليها، بدنا هلا يعني اعتبر يمكن استشارة بالعلاقات الغرامية مع جوجل هلا اليوم، بدنا نحاول نظبطها. تالا بتقول مع انه الجواب من موقع ويكيبيديا اللي شخصيا 47، مع انه الجواب من موقع ويكيبيديا اللي شخصيا ما يعتبره مصدر موثوق، بس بدي ارجع اتاكد من المعلومه. فراح بيقول اللي وصل لويكيبيديا بيقدر يوصل للمصدر الاصلي. حلو. ماسا راح يرشحوا 42 سفير بس ما لقيت الاعلان. هيدي كمان شغله. إسراء، سؤال، كلمة الفاعلين مش ممكن تقلل من النتائج؟ طبعا، يعني أنا ما عملكم بدي كل سفراء مصر، أنا حددت، أنا حاليا أنا صحافي عم بعمل على دراسة عن مدى نشاط وزارة الخارجية المصرية على سبيل المثال، فأنا بحاجة أعرف مين هن الناشطين، مين هن اللي عم يشتغلوا، يعني مش السفير اللي بس عم يمضي الأوراق ويمشي أمور الروتينية يعني. طيب، صرنا نحن عم نشوف أرقام 47 42 وروابط ما عم تفتح. طيب كتير منيح، لكن نحن كنا عم نحكي على العلاقة الغرامية مع جوجل. جوجل كيف بده يعرف إنهم فاعلين؟ أها، هيدي السؤال الجاي. طيب، إذا بدنا نروح نحن على محرك بحث جوجل، أروح على محرك البحث جوجل. مرحبا جوجل، نحن بنعرفه هون، بيعرفنا، لسه ما اخترعنا شيء. طيب، إذا أنا عم بحكي على الفاعلية لهودي السفراء، فاعلية يعني هن نشيطين، وبالتالي إذا في عندهم أنشطة لابد أن يكون الإعلام يغطي نوعا ما جزء من هالأنشطة، إن كان زيارات، لقاءات، ما حقول هلأ افتتاح أماكن لأنه كورونا الجو، ولكن على الأقل في تحركات معينة، وبالتالي موقع جوجل حيكون عم يرصد المواقع يلي غطت أخبار السفراء المصريين. فحنجرب بالبداية، نذكركم إذا كتبت البحث بهذه الطريقة على جوجل، ما هو عدد سفراء مصر الفاعلين مع رتبة الدكتور، هون بتكون دقيته إسفين بنصف قلب جوجل، قتلته قتل. ليش؟ لأنه هون عم تخلوا جوجل يبحث على كل عنصر من هيدي الجملة، يعني خليته جوجل يبحث على كلمة ما، كلمة هو، كلمة عدد، كلمة سفراء، كلمة مصر، كلمة فاعلي مع رتبة الدكتور، فعم تخلوا البحث يطول ويطول وتظهر آلاف الصفحات. فنحن بدنا نعرف إنه على موقع جوجل، على محرك بحث جوجل، بدنا نستخدم الكلمات المفتاحية، الكلمات الأساسية من دون الأحرف والعبارات المضافة لها. فعلى موقع جوجل حنشوف نحن سفراء مصر الدكتور مثلا، حنشوف هون طبعا طلع لي قائمة سفراء مصر لدى بريطانيا من ويكيبيديا مثلا، أو سفراء مصر أو غيرها أو غيرها، وفي عندي مواقع مختلفة وصور وكل هيدا كيف موقع جوجل بيبحث. تمام، كثير منيح، بس مثل ما شايفين عندي 2011، عندي 2020، 99، هودي ما بهمني، انا حكيت بال 2020. فبيجي على تولز او ادوات بالعربي، اني تايم كاستم رينج، وبكتب انا 2020 2020. انا هون حددت انه فقط سنه 2020، وهون مثل ما شايفين صار كله 2020. طيب، حيرجع اطلع لفوق. عادة إذا صحافي عم تغطي نشاط لأحد السفراء، فعادة ما بيكون سفراء مصر بهذه الطريقة، على الأغلب بتكون عبارة السفير المصري في، مثل ما شايفين دغري طلع لي سجستشن بأنه السفير المصري في العراق الدكتور أحمد. طيب، عم يحاول جوجل يساعدني، ولكن بدنا نتأكد أكثر. طيب، السفير المصري في الدكتور، حتشوفوا أنه صار في سفير جمهورية مصر، السفير المصري لدى خرطوم، هون صار الدكتور مصطفى مدبولي هو رئيس الوزراء. لا، فصرتوا عم تشوفوا كيف في كلمة السفير المصري
وفي كلمة دكتور، ولكن دكتور بتجي بمناطق مختلفة أو محلات مختلفة أو بإطارات مختلفة، فأنا بدي أحدد له أكثر. فشو بعمل؟ طبعاً خلينا نقلبها للعربي هون لنحكي جدياً أكثر. ممكن استعمل أنا الكوتيشن مارك أو الكوتيشن مارك. فإذا حطيت أنا هيك كوتيشن مارك، السفير المصري في هيك، فهون حيبحث جوجل على السفير المصري في، وبعدين بعبارة تانية الدكتور، يعني مختلفة. يعني مثل ما شايفين الدكتور حازم فهمي أوكي، ولكن سفير مصر بسهول، يعني صار في تباعد بالكلمات أكثر، مش نفس الجملة، يمكن يكون نفس الشيء ويمكن لا. حارجع أطلع لفوق، شو فيني أنا أعمل؟ إذا أنا بعرف لكان الجملة الأساسية اللي بتبحث فيها اللي هي السفير المصري في دولة فلانية أنا ما بعرف شو هي، ويكون من بعدها في الدكتور فلان الفلان، مثل هون الدكتور أحمد. فإذا جيت أنا على الأخير وسكرت الكوتيشن مارك، حيقول لي no results found، وهذا شيء طبيعي لأنه ما في دولة اسمها الدكتور. فهون بنجي للسؤال، طيب أنا بعرف إنه في بده يكون دولة معينة، في مصر، في أكيد مصر لا، بس إنه في فلسطين، في لبنان، في الولايات المتحدة، بريطانيا، ففي هيدي الكلمة ناقصة. فأنا شو ممكن أعمل؟ بكل بساطة بزيد الأستريكس أو النجمة. فلما أحط النجمة وبعمل أنتر، كل النتائج البحث حتكون على هذا الشكل: السفير المصري في جوبا الدكتور، السفير المصري في لبنان الدكتور، المصري لبنان، لبنان السودان لبنان. فهون صار فيكم شوفوا، طيب عم شوف انا في كتير تكرار لكلمة بيروت وجوبا ولبنان. فاذا انا عم عد السفراء، ممكن على ورقة معينة او بكتب له هون بعمل ناقص ماينس جوبا، بعمل ماينس بيروت ماينس لبنان. إذا اعتبرنا أنه أوكي في عندي سفير بجوبا، في عندي سفير ببيروت، صاروا اثنين، وبعدين بلاقي أنه هودي كانوا أكثر نشاطاً، ما في بقى نتائج بحث مختلفة. هلا يمكن يكون داخلها في بعض هون السفيرة، ولكن بشكل أساسي أكثر شيء كانوا فاعلين أن السودان ولبنان. فهذه بطريقة بسيطة أنا قدرت أعرف عدد سفراء مصر أو مين هن سفراء مصر اللي كانوا فاعلين. أوكي، يعني أنا الفعالية عم بقيسها على تغطية الأخبار لهم على موقع جوجل. طيب حروح أنا هلأ نجرب شغلة تانية. كم مرة نشرت أخبار سفير دولة الكويت لدى لبنان في الوكالة الكويتية سنة 2020؟ فهون تغيرت شوية المعطيات، ولكن طريقة البحث ما زالت تقريبا هي ذاتها. لكن كم مرة نشرت أخبار سفير دولة الكويت لدى لبنان في الوكالة الكويتية سنة 2020؟ طبعاً بدنا يعني نترك كل الكلم دي اللي ما له داعي، مثل كم ومرة ونشرت وغيرها من التعبير، وحتى سنة 2020. حنروح على موقع جوجل مباشرة، وبالبداية بدي أعرف شو هو الموقع الكويتي، موقع الوكالة الكويتية. فبعمل أنا الوكالة الكويتية أو وكالة الأنباء، ما نعرف نكتب الأنباء الكويتية. فهيدي الموقع تبع الوكالة الكويتية kuna.net.kw. أوكي، فأنا بس محتاج للرابط من فوق، بعمل له هيدا كوبي. أوكي، حارجع أدخل على موقع جوجل مرة ثانية. لكن نحن عم نحكي على سفير دولة الكويت لدى لبنان. طبعاً إذا عملت هيك سيرش حيطلع من كتير مواقع، أنا بدي أحدد بس بالوكالة الأنباء الكويتية. فبكتب أنا سايت وبعمل بيست للرابط يلي حطيته قبل، يلي هو kuna.net.kw. فلما أعمل أنتر حيطلع لي فقط الأخبار المنشورة عبر موقع كونا.
فهون حددت بأنه ما محتاج شوف أخبار على مواقع تاني. بعدين في عندي شغلة أساسية، أنا عم شوف هون سنة 2018 2017 16 أنا مش بحاجة لها، بجي على تولز مرة تانية أني تايم 2020 2020 بلاقي هيدي التفاصيل. فإذا بدي أبحث هودي هن أخبار. طيب نرجع على المشكلة اللي كنا فيها قبل، في عنا مندوب الكويت لدى السفير الكويت لبنان في كلمات مبعثرة، وعندي كتير عناصر وصفحات، فكمان بتذكر انه فيني استعمل الكوتيشن مارك، وبالتالي ممكن صغر عملية البحث. انا بدي ابحث بشكل اساسي سفير دولة الكويت لدى لبنان وسفير الكوتيشن مارك، واذا بننزل بننزل انتهت عملية البحث، وبالتالي على الاقل في عندي خبر اثنين ثلاثة او اربعة، ممكن يكون في شوية زيادة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، فهيدي بيصير عنا. هلأ طبعا فينا نبحث على اسم السفير بالموقع مباشرة، ولكن عم بحكي أنا بشكل أساسي بأنه نحن نستغل محرك البحث جوجل بالطريقة يلي نحن بدنا إياها، وهيدي مجرد إضافات واستعمال بعض اللي هن بنسميهم جوجل أوبريتورز بتسهل الموضوع أكثر. طيب أنا هلأ بحاجة لأعرف إذا أنتوا بتعرفوا صرتوا تقروا هودي الأوبريتورز بطريقة سهلة، شو برأيكم أنا عم حاول أبحث هون؟ يلي عنده فكرة يكتب لي إياها بالخانة الدردشة. نسأل الزميل بكر كمان جاي يساعدنا فيه إذا حدا نذكر. فأنا عشو عم حاول أبحث بهالعملية البحثية هون؟ إجابات محمودة على الشات إذا بتشوفها. إيه تمام. هنشوف. أوكي عنا إسراء بالبداية. الرواتب للموظفين بموقع الحكومة. رواتب الموظفين في وزارة الاتصالات. يعني عم شوف في بعض الإجابات بتصيب وفي بعض الإجابات هيك بتضرب على جنب. طيب الكلام اللي عم تقولوه هو فيني أقول صحيح. طبعا بدرجات متفاوتة لأنه بدكم تعرفوا شغلة. هلأ أنا لنقراها من البداية لهيدي عملية البحث. Entitle هي وحدة من Google Operators يلي بنستعملها أنه أنا بس بدي أبحث بالعنوان، يعني بعنوان الملف أو عنوان الصفحة لابد أنه عندها هيدي التعبير المذكورة. يعني هون أنا بالدرجة الأولى عم بطلب من جوجل بأنه يبحث فقط بالصفحات أو غيرها من المواد على الإنترنت لتحتوي على كلمة موظفين، أو مثل ما شايفين عبارة or بالحرفين capital letter، أو كلمة رواتب. اثنيناتهم بدي إياهم بالتايتل بالعنوان، in title يكون في كلمة موظفين أو in title يكون في كلمة رواتب. برجع لما أضيف عبارة file type، يعني أنا عم ببحث فقط بالأمور المنشورة على الإنترنت يلي بتصيغة الـ PDF، فكرمال هيك. فهون File Type PDF ما يعطيني صفحات HTML أو Google Document أو غيرها، فبس صفحات PDF. وبرجع بالإضافة مستعمل كلمة Site، وهذا هو موقع وزارة الاتصالات الفلسطينية. ف إذا أنتوا هلأ جربتوها هيدي الشغلة، أنا متأكد أنه حيطلع لكم ملف يمكن أنتوا ولا مرة منتبهين لإله، ولكن حتشوفوا في فاتورة أو بايسليب بالأحرى لا أحد الأشخاص محطوط قديش عم يقبض قديش حياخد هيدا الراتب. فهيدا جزء من الأمور.
إسراء عم تقول why would they hide their information. هلا طبعا في بعض الأمور يمكن مش ضروري الناس تعرفها، يعني مش ضروري يخفوها، ولكن بيعتبروا إنه ما ضروري كل الناس تعرفها، فكرمال هيك إنه محطوطة على الإنترنت أو حدا عمل لها أبلود وناسيها، فنحن بنقدر بهذه الطريقة نعرف. طبعا أنا مش عم بقول إنه هون لابد إنه بدي شكك بكل المعلومات تبعت الوزارة الفلسطينية، ولكن أنا إذا عم ببحث على معلومة بشكل أساسي ممكن استعمل هالجوجل اوبريتورز. طبعا في لائحه كبيره ححط انا اللينك بخانه الداتاشيت اللي ممكن تطلعوا على هيدي الجوجل اوبريتورز بشكل واسع وكبير، وتقضوا يمكن يوم يومين هيك يعني تستغلوها وتشوفوها شو ممكن تعملوا بهيدي الامور. حنمشي بشكل اسرع هلا بامور يمكن تكون معروفه او يمكن لا. طبعا في عندنا طريقة البحث العكسي للصور لنعرف تاريخ هذه الصور. أسهل طريقة بحث اللي أنتم على الأغلب بتعرفوها اللي هي إنه أنا أعمل ريفرس سيرش أو طريقة بحث عكسية عن طريق محرك جوجل. حنجربها هلأ، يلي ما بيعرفها بيتعرف عليها. واحدة من هذه الطرق، أنا عندي الصورة الظاهرة هون، واحدة من الطرق بإنه أنا بعملها سيف. هات لنحطها بملف. اوكي عندي اياها من قبل فنزلت. اوكي فهيدي نزلت الصوره عندي على الكمبيوتر، فاللي ممكن اعملها انه بدخل على موقع جوجل مره ثانيه. اوكي بيجي على خانه صور او ايمجز هون بالاعلى. اوكي وبضغط على ايقونه الكاميرا. طبعا يلي على الموبايل ما حتظهر بشكل منيح، ولكن ممكن تستعملوا الصوره عن طريق الكمبيوتر بشكل اوضح. ف search by image ممكن حط رابط الصوره اذا انا بعرفه، او برفع الصوره على الكمبيوتر. ف upload an image choose an image اختار الصوره هون. فهون جوجل بيقرا الصوره بيحاول يتعرف عليها، فهون حاول اتعرف عليها بانه يبدو انها من شارع الحمراء ببيروت، وبيعطيني شويه تفاصيل وهذه شغله منيحه. وهون بيعطينا visually similar images يعني صور مشابهه. عم نشوف اول صورتين هن نفس الصوره، وبعض الصور المختلفه عن يعني زياده او ناقص ممكن يكون من بيروت من شارع الحمراء من مناطق مختلفه. وبعدين بنشوف مواقع ثانيه نشرت نفس الصوره، ومثل ما شايفين في عنا الرابط تبع الموقع اللي بالاعلى. اوكي مش عم بقدر اعملها سيلكت لها بس. اوكي بيرجع عنا عنوان الصفحه، وبيرجع في عنا مقاس الصفحه مقاس الصوره قياسات الصوره حجمها، وفي عندي بعض الجمل المذكوره ممكن بقلبها كلمه حمراء او بيروت او غيرها، وبعض الصفحات بيكون مذكور تاريخ النشر. فأنا بحاجة لأعرف تاريخ نشر الصورة، بنلاقي إنه في 2013 2015 2021، فأنا ممكن لأعرف بشكل أكثر tools time. فيني أنا أرجع مثلاً 2014 أحاول أشوف مثلاً هذه هي الصفحة الوحيدة اللي موجودة، فعلى الأقل صورة منشورة من 2013، فما فيني اقول انه هيدي الصوره هي صوره حديثه. فهيدي واحدة من طرق للبحث العكسي للصوره بطريقه سهله وسريعه. طبعا في طريقه ثانيه لنستعمل عمليه البحث العكسي للصور على موقع جوجل كمان. على سبيل المثال في عندي هيدي الصفحه وهيدي الموقع الاخباري يلي بالعنوان، يلي بيعرف فرنسي بيقدر يقرا فرنسي، واللي ما بيعرف فيه عن طريق محرك شو اسمه متصفح جوجل كروم تطلع هالخاصية أو الشاشة من فوق، في نكبس إنجليش أو فيني غير لأي لغة أنا بحاجة لإلها، فيني أغيرها للعربي وبالتالي بتسهل علي القراءة. طبعا هذه ترجمة جوجل ما في شيء 100%، ولكن الترجمة بتقول فوه ميناء مدمر رافعات على الأرض صور صادمة أو مؤثرة للانفجارات المميتة في بيروت، ومستعمل هذه الصورة مثل ما شايفين على الصفحة الأولى أو الخبر الأساسي. فجيت أنا بدي أتأكد من هذه الصورة، فيني أعمل إذا أنا على متصفح جوجل كروم بعمل رايت كليك
او النقر على الماوس على الايمن، وبيجي سيرش جوجل فور ايمجز او فور ايمج. فهون محرك البحث جوجل حياخذ الصوره ويرفعها ويعمل بحث بطريقه هي ذاتها. طبعا موقع جوجل حيحاول يقرا الصوره، فمثل ما شايفين هو يقترح بانه معقول تكون هذه الصوره بترجع للتياجين اكسبلوجن. فهون عم لاقي تفاصيل اضافيه لتياجين وغيره وغيراتها، عم نشوف نفس الصوره مكرره بزوايا مختلفه، ومنجي بعدين لمواقع الكترونيه. فهون من المواقع الالكترونيه مثلا في عندي ميرور، هي صحيفه بريطانيه، فاذا ضغطت عليها بدي اشوف انا هالموقع شو اللي عامل شو اللي ناشر. فعم يقول انه انفجار بالصين بتياجين، وهيدا الخبر منشور باغسطس 2015، ومنلاقي انه هيدي نفس الصوره. فهيدي الصوره من صحيفه الميرور او موقع الميرور، وهيدي الصوره من الموقع الفرنسي. فالصوره هي نفسها، ومثل ما شفتوا هذا كان خبر بال 2015 من الصين، بينما هذا الموقع بيدعي انه هذا من بيروت بالسنه الماضيه باب او اغسطس السنه الماضيه 4 اوت 4 اوت. فهيدي طريقه البحث العكسي لاستعمال موقع جوجل. هلا طبعا محرك بحث جوجل منه الوحيد، وما فينا نقول انه هو الاقوى، لانه في محركات بحث ثانيه تعطينا درجه مختلفه من عناصر البحث. على سبيل المثال في عندكم ياندكس الروسي، في عندكم بينج مايكروسوفت هو محرك بحث امريكي، وفي عندكم ريف اي ايمج سيرش كمان، او 10 اي ريفرس سيرش كمان محرك بحث مختلف. طيب شو الاختلاف او شو اللي بيميز كل وحده بيناتهم؟ كرمال الوقت حنشتغل سوا لنحن نبحث على صورة، ححطها أنا بخانة الشات. ظهرت أوكي، صارت بخانة الشات، حأفتحها عندي بنفس الوقت. أنا هيدي الصورة أخذتها ولكن ناسي وين أنا أخذتها، بأي منطقة وكيف وين، يعني بطريقة محددة. فهيدي الصورة إذا فتحتوها حتلاقوا نفس الشيء، يعني ما في أي معلومات عنها. فأنا بدي أتأكد من هيدي الصورة وين. شو برأيكم العناصر الأولى اللي لازم انتبه لها خلال البحث أو التأكد عن الصور؟ أنا سؤالي لل 53 54 واحد، أوكي. طيب في عنا عم نشوف لكن ببعض الكلوز أو الأدلة، عم نشوف في الملابس، في مركز الصورة، الألوان ممكن. فأنا إذا بدنا نحكي نحن عن هذه الصورة من دون استعمال أي أدوات مختلفة للبحث، أنا بتطلع بشكل أساسي بالصورة، بشوف أنا شو يلي لافتني. أنا مش شايف كتير الصورة، حجمها كتير صغير، أنا ممكن أعمله بأنه هيدي الصفحة الناشرة، بعمل right click open image in new tab، وبالتالي إذا كان للصورة حجم أكبر فلما أعملها open in new tab حشوفها بشكل أكبر. فمثل ما شفت هون صغيرة هون أكبر، وإذا كبست عليها بتكبر شوي. فهيدي شغلة منيحة. فأنا اللي بيجي بتطلع بالأشكال، عم شوف أوكي ملابس شتوية، في ناس ديكابيتد مقطوع راسهم هون صورة بانوراميك أوكي، بس لكن بشوف في إشياء بارزة أكتر. يعني من الأمور اللي بارزة إذا ما انتبهتوا لها، على الأقل في هيدا المبنى بالمنتصف بالوسط، هيدا مبنى يعني مش مثل كل المباني، المبنى مائل، في شيء مش صحيح فيه للمبنى. فهيدا عنصر مهم، ليش؟ لأنه بارز أكتر شيء، ما ممكن نلاقي نفس الشيء يمكن متكرر بكل حي من عنا من أحيائنا. الأمور الثانية بصير أنا بنتبه لها، مثل ما عدد من الأشخاص صار عم يشوفها، في عنا مثلاً علم يبدو أنه فرنسي، ممكن أشخاص تانيين يغلطوا بأنه ممكن يكون هولندي، ممكن يكون نوع تاني، هذا شيء معين. في عنا كمان الكتابات الموجودة هون،
يلي بيعرف فرنسي حيكون محظوظ، يلي ما بيعرف فرنسي برضو منا مشكلة. أوكي، فهون في أحرف لاتينية، فإذا أنا أخذتها كتبتها على جوجل ممكن يعطيني نتيجة بحث أو مثل ما نقول كلو معين فيها، دليل إضافي للصورة وين مأخوذة. عدا عن ذلك في عندنا مباني مثل ما شايفين شوي مباني قديمة معماريا، يعني مش البناء الحديث، في عنا رصيف عادي، وفي عنا هون كلمات وعبارات بالزاوية الأيمن هون. أوكي، مجرد أنا عم بقرأها S N C و F، فأنا إذا رحت على جوجل وعملت بحث على عبارة S N C F مثل ما أنا شايفها، فلتأكد ليكو جوجل عم يعطيني عناصر مشابهة، فطلع فيني أقول إنه هيدا تقريبا نفس الشعار، نفس الألوان ونفس اللوجو. يعني إذا شايفين كيف كتابة الأس والأن داخلين مع بعض وهون داخلين مع بعض، فهون عم يقول إنه هيدي شركة الرسمية للنقل العام بفرنسا، فرانش أو فرانس ناشونال ستيت أون ريلوي كومباني. أوكي، فهيدي شغلة منيحة، فأنا عرفت إنه هيدي فيها تكون بفرنسا. طيب أنا وين بدي أعرف؟ في حد عم يقول في ستاربكس جوا وفي غيره، أنا مش منتبه إنه في ستاربكس، بس ما بعرف. إيه صح، هون بالزاوية. طيب كتير منيح، وهذا عنصر إضافي. طيب أنا هون صار عندي عناصر مختلفة، لكن أشك أو أعتقد إنه هيدا على فرنسا، ولكن تأكدت مع اس ان سي اف بإنه هيدا بفرنسا، فهيدا في إمكانية كتير إنه تكون بفرنسا، ولكن وين بفرنسا؟ هون الشغلة. طبعا إذا رحت على سيرش جوجل فور إيمج حنشوف ساحر جوجل هل حيلاقي معلومات، حيقول له انه هيدا الليجر، حيعطيني صور مختلفة، حيعطيني صفر نتائج، بالتالي ما ساعدني بأي شيء. هيدا العظيم جوجل ما ساعدني بشيء. طيب ولكن انتو تذكروا انا قلت في محركات بحث تانية ممكن نلجأ لها، ووحدة منها هو موقع yandex.com. موقع yandex محرك بحث آخر مثل ما شفتوا images video وغيرها، حأضغط على أنا images، نفس شبيه موقع أو محرك بحث جوجل. هون إذا بدي أعمل بحث على أي صورة وبرجع بضغط على أيقونة الكاميرا، هون select a file، حقول له ابحث بهذه الصورة، فهون يندكس عم ياخذ الصورة ويبحث بتفاصيل هذه الصورة. محرك يندكس حيعطيني بعض التفاصيل، صور ما كتير لها علاقة، نتائج بحث مش موجودة فيها الصورة، ولكن مش ضروري أنا أقيس هون. في أمور إضافية يندكس يتميز فيها عن محرك بحث جوجل، من بينها هود الدوائر البيض اللي شايفينهم، ومن هالدوائر أنا ممكن أتأكد أكثر شو موجود فيها. طبعا إذا شفته حيكون روسي، اللي بيعرف روسي حيكون محظوظ، ولكن أنا ما بعرف روسي، وبالتالي ممكن أعمل رايت كليك على أي مكان بالموقع وأقول له translate to Arabic على سبيل المثال، فصارت عربي. هون حيقول أوكي ما ترجم بشكل صحيح، بس عادة كان يترجم شوف شو فيها، ولكن مش هون المشكلة. المشكلة لأنه أنه أنا بدي أعرف على الأقل هيدا المبنى الغريب الأطوار، ففي هون شيء اسمه select crop area، وبالتالي أنا فيني أصغر عملية البحث وأحددها بمكان معين أو عنصر محدد، فأنا مش بحاجة لـ SNCF لأنه عرفتها وعلم فرنسا من فوق، وهودي الأشخاص ما بعرف حدا منهم، وبالتالي عندي هيدا المبنى، فأنا حددت إنه هيدا المبنى وكبست على دم. فهون من خلال الضغط على كلمة دون حتشوف إنه صار في مباني كتير مشابهة لنفس المكان أو نفس المبنى. إذا بضغط على الصورة عم شوف هذا المبنى، طبعا حياتكم صور مختلفة، وفي عندكم الرابط من فوق. طيب أنا عم بحكي فرنسا وعم شوف في الشناتة، مثل ما شايفين برضو في شناتة هون، هلا اللون نحن محظوظين هون أزرق أزرق، بس شناتي صفر بشكل أساسي. فبتطلع أنه هذا موقع تريب أدفايزر، اللي هو موقع مخصص للأماكن السياحية والسفر وغيرها، فأنا بضغط عليها بشوف
أخونا تريب أدفايزر شو عنده معلومات؟ بيعطينا بأنه هيدي الصورة هي على ميزان فون أو The House Melts، المبنى اللي عم يدوب، فعم شوف صور إضافية على نفس المكان، وبالتالي أنا هون عم شوف أنه خلص تأكدت، يعني فينا نقول 95% أنه هيدي الصورة اللي أنا أخذها ونسيت وين أخذها هي تحديداً من ميزان فون أو المبنى اللي عم يدوب، واللي هو موجود بشارع دونكيركي، ما بعرف كيف بقول دونكيرك بالفرنسي، خارج غار دو نور اللي هي محطة قطار الشمال بفرنسا، بباريس فرنسا. فهنا أنا تأكدت وين هذه الصورة بمجرد قريت شوي عناصر وتفاصيل، شبكتهم مع بعض وعرفت أنه هيدي وين موجودة بمساعدة ياندكس. هيدي بشكل أسرع وأسرع للبحث. هل في أي أسئلة على هيدا الموضوع الحديث هلأ؟ إذا في أي أسئلة اكتبوا لنا إياهم بخانة الشات بالتعليقات لنشوفهم هلأ أو خلال نهاية العرض. طيب لنكفي نحن، طبعا حكينا نحن على جوجل، ياندكس، بينج، تن آي، وفي آخر شيء على الساحة مثل بيقولوا The New Kid on the Block هو بيم آي. بيم آيز هو موقع جديد نوعا ما بيخلينا نحن نبحث بوجوه الأشخاص بشكل أساسي، وهذا حخليكم أنتوا تبحثوا فيه وتبحثوا فيه بشكل أوضح وأوسع، وحتشوفوا أنتوا شو الاختلاف بين محرك بحث جوجل، ياندكس، بينك، تن آي و بيم آيز، هو دي بيختلف. شوفي عنا محركات بحث تانية بتساعدنا لناخد أو نستخرج معلومات. طبعاً إذا أمور خاصها بالطيارات والطيران، في عندكم Flight Radar 24 أو في عندكم globe.adsbexchange.com، محركين أو موقعين بيعطونا معلومات وتفاصيل كتير جيدة وكتير جميل على حركة الطيران. وفي عندنا نحن محرك أو موقع بيعطينا معلومات على السفن، وهيدا طبعا كان شهير بالفترة الأسبوع الماضي على الأقل، Marine Traffic وVesselFinder.com، ويلي من خلاله صرنا نحن هوبا هوبا كل ما تتحرك Evergreen أو تجي سفينة تانية تساعدها نحن نكون عارفين الجو اللي عم يصير حتى قبل ما وكالات الإعلام تخبرنا هل مشت السفينة ولا بعدها راسة ولا مين عم يساعدها ولا هالأمور التانية، وبالتالي هيك عم نشوف تساعدنا أكتر. طبعا في مشكله بارزه بانه لما تحصلوا على هالمعلومات مش دغري تروحوا على استنتاجات، بدكم تتروا تقروا المعلومات وتشوفوا تفاصيل اضافيه. يعني على سبيل المثال في هون اخ كان على تويتر شاف حركه الطيران، شاف في طياره بريطانيه فرنسيه وغيرها، ودغري عمل انه له عمليات اجلاء من لبنان والشرق الاوسط لمستشارين عسكريين. طب يا اخي من وين جبت هالمعلومات؟ سالته قال لي أنه شفت حركة الطيران فقلت لابد يكون هيك. طب أنه في شيء يختلف عن شيء، وبالتالي بدكم تعرفوا شو المعلومات، تشبكوها مع مصادر تانية تتأكدوا منها وتقولوا للناس بأنه هذه المعلومات المطروحة وأنتوا عليكم الاستنتاج، أو على الأقل بيكون مسؤول هو يستنتج من هذا المعلومات يلي عندي، مش أنا أعمل الاستنتاج من عندي بشكل مباشر. حنط مباشرة على أدوات إضافية ممكن نستعملها. إذا أنا بدي أبحث بتيك توك، طبعاً فيكم تدخلوا أنتوا على الابليكيشن وفيكم تستعملوا الموقع الإلكتروني لتيك توك tiktok.com، وإذا دخلتوا عليه حيطلع تقريباً نفس نسخة الموبايل. طبعاً أهم شيء بتيك توك هن الهاشتاج، وأنا فيني أبحث بالهاشتاج نفسها. يعني إذا أنا كبست مثلاً فاني حيطلع لي كل شيء فاني، طيب تمام. إذا أنا بدي أبحث شيء قلت له شوف إذا مستعملين هاشتاج غزة فحيطلع لي كل شيء متعلق بغزة، أو إذا كان في شيء بأفرغرين حيطلع لي نفس الشيء أفرغرين اللي هي السفينة اللي كانت عالقة بقناة السويس، كل شيء ميمات أو أمور مرتبطة بهاي السفينة. هذه الطريقة. طيب سناب شات، إذا حدا عمل سناب وبدي يشوف أنا هذه السنابات وين مرفوعة أو كيف، سناب شات عنده خريطة map.snapchat.com، فأنا بهالخريطة فيني أشوف كل السنابات المعمولين public، بقدر أشوفهم بالهيت ماب المنشورة. قلت لنشوف إذا في شيء
هالمنطقة، فهيدي من 5 دقايق حدا رفعها بالأردن وغيرها، فهون فيني أشوف السنابات بشكل مباشر شو عم بيصير. طالع أردن أكتر، حنقرب مثلا والله هون غزة، هيدي من 8 دقايق. وبالتالي إذا في أي حدث معين أنا ممكن تابع شوف إذا في سنابات عم تنشر بهيدا الوقت وشاركها وشوف شو هي. هلا في مسألة تانية على انستغرام، لأقول أنا عندي هيدي الصورة، أوكي هيدي الصورة بدي أتأكد مين ناشرها، مين حاططها على انستغرام مثلا. أنا عم أقول انستغرام لأنه عم شوف بأنه هيدي الصورة الفلتر اللي عليها، أنا متعود إنه هيدا تقريبا فلتر انستغرام، وهيدي صورة الفنان صباح، ومثل ما شايفين هيك على جنب في التابوت، فهيدا جانب من تشييع الفنان صباح. فإذا عم بحكي انستغرام وبعرف وين المكان اللي هو داون تاون بيروت، وبعرف الزمان اللي هو زمن تشييع الفنان صباح، كان هو بسنة 2014، فأنا بدي أتأكد مين الشخص يلي نشر هيدا الصورة. ففي هالموقع اسمه هو posted what، هو posted what.com، فأنا بضغط عليه فحيطلع لي معلومات كتيرة. أنا بنصحكم ترجع تشوفوها بعدين مع الوقت، والرابط ححطه بالدردشات. أنا ما كتير هون حنشتغل فيهم، ولكن حنروح على انستغرام. فهون بالبداية بيطلب إني حط اللوكيشن URL، فمثل ما قلت هون داون تاون بيروت، فبروح على instagram.com. هيدا انستغرام، بالسيرش بعمل داون تاون بيروت، فحنشوف كل هيدي الامور. طبعا بدكم تنتبهوا بانه المكان عليه هيدا البن، والهاشتاج عليه علامه الهاشتاج، فانا بدي البن هيدا اللوكيشن بشكل اساسي. فلما ضغطت على اللوكيشن، هيدا هو الرابط من فوق، هلا حتعمل لودينج صفحه، حيطلع لي كثير امور ما خاصة بالبحث اللي أنا بدي إياه، لأنه هيدي أجدد إشي منشور على إنستغرام. فأنا باخذ الرابط كوبي، حأجي لهون بعمل له بيست مثل ما هي. هلا الآن هي لازم تعرفوا التاريخ، أنا لأنه بعرف التاريخ بروح، هي سنة 2014، صار التشييع بنوفمبر 30 نوفمبر. سيرش، فهون عم بجبر محرك البحث جوجل، محرك سوري انستغرام، يرجع على هذا التاريخ. ما تنقزوا بالبدايه حيطلعوا التوب بوست، وهن شيء طبيعي، ولكن بعدين موست ريسنت بالتاريخ اللي انا بدي اياه. ومثل ما شايفين هيدي الصوره، مثل ما شايفينها اللي كنت عم بحكي عنها. هون بعرف انه في شخص اسمه او صبيه اسمها هبه، هي اللي نشرت الصوره بهذا التوقيت وبهذا المكان. انتو لازلتوا شايفين عندي؟ اظن شايفين. طيب، فهيدا يلي ممكن نحن عن طريق البحث على محرك جوجل وانستغرام وبطريقة سريعة نحن ندخل على الصور ونعرف جديدة من قديمة. في مسألة كمان حلوة أنا بدي أذكر لكم إياها، هات ندخل هون لينك تشيكر. نحن بهيدي الإضافة ممكن نستعملها نعرف شو هي المواقع يلي نشرت أخبار معينة. يعني على سبيل المثال إذا بدي أدخل على موقع التسجيل للفاكسينيشن بفلسطين، مش عم تاخد أوكي، تسجيل لمطعوم كوفيد، بدي اعرف مين الصفحات يلي نشرت هيدي الصفحه بشكل اساسي. بيجي لينك تشيكر اضافي انا اكون زايدها، وبحصل بانه اكثر الصفحات يلي على فيسبوك نشرت هيدا الموضوع، حنشوف بانه هي وزاره الصحه الفلسطينيه. واذا كبست على انستغرام كمان ممكن نشوف مين الحسابات يلي نشرت هيدا الرابط، مثل رمالة ميكس وغيرها والرؤيه وهالامور كلياتها. أنا هيدا يلي عندي لحديت هلأ، إذا في عندكم أسئلة ممكن تطرحوها بخانة الدردشات، وآسف على الإطالة إذا طولت أكثر. شكرا محمود، شكرا جزيلا، بالعكس إحنا حابين نكمل معك والله، الورشة جدا ممتعة،
حتى حجم التفاعل الواضح من حضور المشاركين فعليا. رح بالفعل الموضوع مشيق شيق جدا عبد، وورشة ممتعة، وهذا أسلوب محمد اللي تعودنا عليه، محمود تعودنا عليه دائما. محمود لو فيك تطلع على الكاميرا من جديد على أساس إنه نستقبل المشاركات والاستفسارات من الحضور في هاي الورشة. اللي حابب إنه يشارك بيقدر نشغل الكاميرا كمان إذا حابب يكون بداخلته صوت صورة، واللي حابب تكون سؤاله بيقدر يعني من خلال المسج بيقدر يبعثه على الشات. راح نخصص هذا وقت للأسئلة فعليا. عم نبعد عن الشمس شوي. طبعا محمود بدي أشير لشغلة هون كثير مهمة، إنه التطور التقني عم كثير بفيدنا في موضوع التحقق فعليا، بسهل علينا العملية، وخصوصا انه في كثير تطبيقات عم تطلع لها علاقه بالتحقق، سواء تطبيق انفيد هو من التطبيقات فعليا الاساسيه في هذا الموضوع اللي بوفر علينا عمليه البحث العكسي، بحيث انه بيجمع اكثر من محرك بحث في اداه واحده. ولكن هذا بالمحصله محمود ما بيغني عن التواصل دائما مع المصدر الحي حتى تكتمل الرؤيه انه بشكل كامل. اللي اشرت له انت في معرض حديثك فعليا لما تواصلت مع الشخص اللي تحدث عن حركة السفر عالي جدا، دائما خليه وجهتنا احنا بالاساس انه نتواصل مع المصادر الحية حتى تكتمل الصورة لنا بشكل كامل. في عنا السؤال الاول محمود، ما هي طرق التحقق من الفيديوهات؟ طبعا الفيديوهات بتكون تخلوا بعين الاعتبار انه هي تعتبر مشاهد بعد صور، ولكن بتسلسل اسرع عم تنعرض قدامنا. فينا نحن ناخذ سكرين شوت معين من الفيديو ونبحث عن طريق جوجل بهذه الطريقة، وفي كمان أداة يلي ذكرها بكر من شوي اللي هي انفيد، ممكن تضيفوها وتصير في عملية بحث مشابهة للفيديوهات، ححطها بالدردشات ولكن بس لمجرد الوقت ما يداهمنا أنا ما حكيت عنها. وبهيد الأداة ممكن تعملوا بحث للفيديوهات بهيد الطريقة، تحطوا الرابط المخصص بيوتيوب أو بتويتر فيديوز أو غيرها، ويصير في عملية البحث بنفس الطريقة. حطوا الرابط، يعني هات لنشوف هذا الرابط سابق أنا اشتغلت عليه، فيعمل سيرش وبيعطيكم شوية تفاصيل عنها بالإضافة لصور لقطات معينة ممكن أنا أعمل بحث عنها. يعني هذه التغريدة بعمل عليها كليك جوجل إيمج، وبالتالي حيعمل هون سيرش بنفس الطريقة، أخذ الصورة ورفعها وحاول يعرف لي التفاصيل. فهون عم نشوف أكثر وأكثر تفاصيل عن هذه الصورة، فما تخافوا من الفيديو، هو نفس الشيء مثل الصورة، ولكن بدنا نعرف نحن كيف نبحث عنها بشكل افضل. صحيح محمود، وكمان محمود ذكر في 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 الجلسه كيف نستعين بعناصر من داخل الصوره، هي ذات الاداه ممكن تستعينوا فيها بالفيديو، تركزوا على لهجات المتحدثين بالفيديو، العوامل الجويه الموجوده، التضاريس الجغرافيه، كلها ممكن هاي تكون مؤشرات، يافطات المحلات التجاريه، نمر المركبات، كل هاي بتساعدكم في المحصله حتى تحققوا من الفيديو. في عنا سؤال آخر، كيف يمكن تحقق من الصور حقيقية أو أصلية المتعلقة محمود بالصور المتلاعب فيها فعليا، يعني خاضعة للفوتوشوب أو غيرها من تطبيقات تعديل الصور؟ هلأ طبعا بالصور الشغل الأساسي بأنه نحن نعمل مقارنات، يعني أنا لما أشوف صورة معينة حاول قارنها مع صور تانية مختلفة، شوف إذا فيها نوع من التلاعب. يعني لما يكون في على سبيل المثال صورة ميم عم تنتشر، صورة فكاهية عم تنتشر، فأنا بعمل ريفيرس سيرش بشوف مين هي المواقع وشو روابط هالمواقع وبتأكد. طبعاً إذا كان بي بي سي، إذا كان العربية، إذا كان الجزيرة، هؤلاء عندهم مصداقية أكثر، وهون بأكد على كلمة أكثر، مش ضروري يكون عندهم كل المصداقية ولكن عندهم مصداقية أكثر، وبالتالي أنا ممكن من خلال هذه الطريقة أتأكد فيها بشكل أفضل إذا إيه ولا لا. أنا هون ما بقلكم روحوا على أدوات اللي هي بتدقق بالصورة أكثر وألوانها وقديش عالية الريزولوشن ولا أقل ولا هيك، لأنه الصور على السوشيال ميديا ما كتير بتفيد هالأمور. عليكم استعمال المنطق والعيون اللي لكم، وإذا في فيديو معين تتأكدوا باللهجات مثل ما قال بكر، وإذا في أصوات جانبية عم تطلع. محمود عبد بيسأل إنه لو كان المنشورات خصوصية أو مخصصة للأصدقاء فعليا، هاي الأدوات في لها طريق الدخول فعليا أو بتقدر توصل لهاي المنشورات في عملية التحقق؟ نحن بدنا ناخذ بعين الاعتبار بأنه أي شيء ينشر على الإنترنت بيبقى له أثر على الإنترنت، يعني حتى لو شخص حاول يحذف شيء معين ممكن يترك أثر على الإنترنت. ف
فإذا أنا مثلا بدي أعرف، أنا عبد ما بعتقد بعرفه على فيسبوك، فإذا هو الفريند ليست مسكرها أنا بقدر بطريقة معينة أرجع أعرف مين هن الفريند ليست عنده. ليش؟ لأنه إذا هو مش نشرها في حدا تاني نشرها بيكون common friend نوعا ما، أو إذا كان في معلومات معينة بيكون حدا عملها سكرين شوت، حدا عملها شير، حدا عملها لايك بطريقة معينة يمكن فريند معي وبالتالي بتظهر عندي. فبتكون تعرفوا أنه أي شيء ينشر على الإنترنت حتى لو كان private بيطلع عندي إذا كان فيسبوك أو تويتر أو غيرها بطريقة معينة، يعني مش كلها تظهر 100%. فهيدي مثلا على سبيل المثال الأجهزة الأمنية حول العالم عندها برامج صار بأنه إذا في شيء حتى لو كان برايفت بتدلة بتقدر بتشوفه إذا كان مواقع مفتوحة مثل فيسبوك وتويتر وغيرها من هالأمور. سؤال من ماسة، سؤال في غاية الأهمية، كيف بدنا نتحقق أنه الصور الموجودة على محرك البحث في نتائج البحث العكسي أنها صور صحيحة 100% ونتائج التحقيق تماما كانت صحيحة 100%؟ هلأ طبعا هي بترجع ل بالدرجة الأولى تروحوا على المواقع تنتبهوا، يعني مثل ما قلنا مثلا الصفحة اللي انتوا لسه شايفينها قدامكم عملت أنا بحث لصورة معينة، حتشوفوا في كتير فيسبوك فيسبوك فيسبوك، بالدرجة الأولى تخلصوا من الفيسبوك ما تنتبهوا له، إن كان روابط سوشيال ميديا كلها تويتر وفيسبوك وغيرها، حاولوا تشوفوا مواقع محددة، يعني مثلا هذا موقع مسبار هو أحد المواقع بالمنطقة بيتأكد من الأخبار وبينشرها، فإذا أنا ضغطت عليها أو مثل ما شايفين من العنوان الفيديو ليس لتبادل إطلاق نار، فهون هو عامل الديبانك، هو مصحح المعلومة. فدائما انتبهوا شو هو الموقع اللي عم تشوفوه، ودائما روحوا على المواقع يلي بتعرفوها بأنه لابد يكون يعني في معلومات موثوقة أكثر من مصدرها بشكل أساسي، بي بي سي مثل ما قلت، مواقع أخبارية بتعرفوها، العربية، الجزيرة، العربي الجديد، أي موقع بتحسوا فيه مصداقية لإله لابد يكون ناشر صور صحيحة. يعني إذا أنا حتى رحت على بي بي سي، أدلع شوف بي بي سي بيكتشرز، يعني هذا الموقع بي بي سي، إذا أنا دخلت أوكي هالموقع، إجمالا كل المواقع اللي بتحترم حالها بأسفل الشاشة بيكون حاطة مصدر الصورة. هلأ هودي مثلا حاطين اسم المصور لأنه المصور على ما يبدو تابع لبي بي سي، ولكن إذا دخلت على يمكن خبر تاني بلاقي فيه موضوع مختلف كليا، ولكن بيحطوا مصدر الصورة إن كان المصور ولا إن كان الوكالة يلي صورت. يعني هون مثلا بيحطوا هنا اسم الوكالة رويترز، فهذا الرئيس البرازيلي وهذه الصورة في نقول أنها أصلية لأنه من رويترز. طبعا بدكم تنتبهوا هذه مشكلة المواقع للأسف بتحطها بين الكابشن تبع الصورة، ولكن إذا كنتوا أنتوا بتشتغلوا بموقع إلكتروني أنا بدعيكم حطوا الكابشن، تعطي زوار أكثر للموقع وتعطي مصداقية أكثر للمواد اللي أنتوا عم تنشروها. محمود أو مريم محمود جاوب على جزئية أخذ صورة أو سكرين شوت للفيديو، حكاها بتقدر تأخذ طبعا كل تأكيد. سؤال من ميسون، وسؤال بعتقد كمان محمود كتير مهم، المعايير القانونية اللي بيلزم فيها جوجل، هل يوجد هناك رقابة على المضامين، خاصة أنه الرقابة على منصات التواصل فعليا متفاوتة أو محدودة فعليا؟ هلأ موقع أو محرك البحث جوجل هو بيبحث يعني فينا نقول المواقع المفتوحة الموجودة على الإنترنت بشكل عام، بأي موقع موجود جوجل بيدخل عليها وبيعطينا معلومات منها. هلأ طبعا في حواجب معينة بيضعها جوجل، يعني على سبيل المثال شيء اسمه السيف فلتر. هلأ لأنه أنا على سبيل المثال متواجد بدولة الإمارات، فبالتالي السيف فلتر أصلا موجود تلقائيا، أحياناً بيطلع أحياناً لا نوتس، هي safe search is on. فبهذه الطريقة هو بيحجب عني كل المواقع يلي فيها أمور مخلة بالقانون، أمور إباحية، أمور بالمضاربات أو الجامبلينج، فهذه بيحجب عني تلقائياً. هذه يمكن الطريقة الوحيدة. هلأ طبعاً بدول أوروبا في قوانين أكثر تفرض على جوجل أو حتى بأمريكا اللي هي حق النسيان، بأنه بحاجة أنه الموقع المعين أو الرابط معين تخفوه أنه ما تنشروه بقى.
فبيصير على خانة البحث أحياناً بيطلع تفاصيل إضافية بأنه بيذكر لي بأنه الروابط تم إخفائها. يعني هذه بتصير حسب عملية البحث اللي أنا عم بشتغل فيها. وبالتالي يعني الأخلاقيات أو المعايير القانونية تقريباً شبه مختفية على جوجل، ما فينا أنا نعتمد عليها. كرمال هيك نشوف أخبار الزائفة تنتشر عن طريق جوجل، أو مثل ما الأخبار الصحيحة بتنتشر على جوجل، بنشوف كل أنواع الأخبار. ولكن هي بترجع للشخص ونسبة الوعي عند المرء لما يشوف هذه المعلومات على الإنترنت ويعرف يتأكد منها بطريقة أو بأخرى. سؤال من مريم عن البيانات، يمكن حماية هذه البيانات وكيف أيضا يمكن التحقق منها؟ هلا البيانات الوصفية، إذا أنا فهمت مظبوط كميدا تاتا، أنا ما كتير بحب أحكي عنها لما نكون عم نحكي على استخلاص المعلومات على الإنترنت والتحقق من المعلومات، لأنه بشكل أساسي نحن نتعامل مع المعلومات المنشورة بالهامش الأوسع على السوشيال ميديا. فللأسف فيسبوك، تويتر، واتساب، أي وسيلة تواصل من هذه الأمور المعروفة مشهورة فيها بتزيل كل هذه التفاصيل. يعني البيانات الوصفية تتضمن الجي بي اس، تتضمن توقيت التقاط الصورة، تتضمن نوع الجهاز، إذا كان كاميرا، إذا كان تليفون، سامسونج، آيفون، كل هالتفاصيل موجودة. وبالتالي إذا أنا في عندي على سبيل المثال صحافي عم يبعث لي هلأ صور من مصر، من قناة السويس، بيقول لي أنا صورتهم وهو دي اكسكلوزيف لألك، إذا بعتها واتساب أنا خسرت كل البيانات الوصفية ومش قادر دقق إذا هذه الصورة فعلا من قناة السويس، إذا اليوم اتاخدت ولا من سنتين ثلاثة. أنا بقول له ابعث لي عن طريق الإيميل، لأنه الإيميل بيحفظ هذه المعلومات كأتاتشمنت، وبالتالي لما أنا نزلها بقدر أقرأ تفاصيل هذه الصورة بشكل أوضح وأفضل. وطبعا الإنفيد هي فيها طريقة لنحن نقرأ تفاصيل، وفي إذا أنتم بتعملوا بس سيرش ميداتادا على جوجل ممكن يطلع أدوات ميداتادا تول، ممكن يطلع هون أدوات مختلفة فيكم تستعملوها يلي بدكم إياها. بتحطوا الصورة بترفعوها بهذا المكان، هذه أداة تنزل على الكمبيوتر، أو دي بتطلعوها بأي طريقة ممكنة. هات نشوف شو بيطلع معه. أوكي، يعني هذه مثلا بتشوفوا أنه صورة لأنه عندي إياها الأصلية فتم التقاطها بالألفين وتسعة، هذا حجم الصورة، كم ميجا بيكسل، الجي بي اس، الموديل، فهودي معلومات تفاصيل إضافية. طبعا كل موقع بيعطي تفاصيل مختلفة بس هيدي الطرق اللي فيها. كمان كان في سؤال عن تفعيل خاصية البحث الآمن، ولكن يونس جاوب على السؤال لخلود، وهذا بيأكد اندماج المشاركين محمود معنا في الجلسة. يونس كان له سؤال إذا في مواقع أو تطبيقات لفحص الروابط، اللينك، اليورال. الفحص من أي ناحية؟ يونس لو أمكن توضح سؤالك أكثر حبيبي في موضوع السؤال المتعلق في الروابط، فحص الروابط. طيب كمان تالا كانت عم تسأل محمود على موضوع تحسينات البحث، تحدث عنها محمود تالا بشكل مفصل في هاي الجلسة فيما يتعلق في تحديثات في كيف انك انتو تستخدموا ادوات البحث في محركات البحث بشكل معمق، منها البحث المتقدم، منها التولز اللي بتكون موجودة، شرحها محمود بشكل وافي في هذا السكشن. بحكي يونس عن اللينك، تشكر محمود. ايه، فانا بيكفي بس كون بموقع معين، يعني هيدا هلا عم ندخل على موقع المخصص بالتطعيمات بلبنان على سبيل المثال، فأنا لما أدخل على الموقع أو أي رابط عندي بحاجة لأعرف مين نشر أو مين روج لهذا الخبر أو مين عممه بشكل أساسي، فأنا بس موجود على هذه الصفحة لينك شكل أنا بكون ضايفها على المتصفح، بس بكبس عليها لينك كبسة واحدة، فهون حيعطي لي كل التفاعلات على فيسبوك، وبالتالي بشوفته مثلاً الرابط تبع التلقيح بلبنان يخد على 16,000 interaction تفاعل مع 2000 شير، 1900 كومنت ولايكس من هالنواحي. وهون عم نشوف كل صفحة على فيسبوك شو اسمها يلي نشرت الرابط، شو التاريخ،
وإذا ضغطت على هذا بقدر أروح مباشرة على الرابط وأشوف المنشور بشكل أساسي، إذا بدي أتابعه بدي أقرأ عنه بدي أعرف تفاصيل إضافية عن هذا الموضوع. يعني هذا هو الرابط يونيسف، وهذا الرابط اللي كنت عم بحكي عنه كوفاكس. فهيدا بكل بساطة يعني الرابط لينك تشيكر، وبيقدر يعطيني فيسبوك مثل ما شفتوا وتويتر، بعض الأحيان إنستغرام حسب الاستعمالات له، ردت ما كتير مستعملة بالمنطقة، بس هيدي هي الطرق اللينك تشيكر بشكل أسرع. محمود كمان بدنا نحكي انه احنا ممكن نستفيد من تعليقات المستخدمين في عمليه التحقق فعليا، ممكن تشكل مفاتيح لنا في هالجزئيه. صحيح، تعليقات المستخدمين هي شغله اساسيه، لانه هن ممكن يعرفوا المكان او يعرفوا التفاصيل بشكل اوسع وافضل. ححط انا رابط تبع هيدي الاداه ليونس اظن هنسال. طبعا يعني لما يكون عندنا خبر معين منشور، يعني على سبيل المثال في عندنا فنان راغب علان كان كل مره يطلع على تويتر يقول اللقاح هو شيء مزيف وفي حركه مشبوهه حواليه، انا بقعد وبحط اجر على اجر وبقرا تعليقات الناس كيف هي هذا عم تحكي وتعطيه، يعني جزء اكيد بيبهدله للفنان وجزء ثاني بيعطيه روابط وبيحاول يقنعه انه له يا اخي شو عم تحكي، لك شوف عم يحكوا المتخصصين والدكاتره او المنطقه وغيرها، واليوم عم ترجع تتحرك حواليه حمله لانه اليوم نشر صوره او امبارح نشر صوره بانه عم ياخذ اللقاح، فعم يحاول يغير الراي العام. فانتوا بس مجرد تقروا من احيانا تعليقات الافراد تعطيكم فكره بتسهل عليكم. يعني انا لما يكون في عندي صوره منشوره بقال فلسطين، انا ماني فلسطيني ولا رايح ولا مره على فلسطين، ولكن بالتعليقات يمكن لقي بكر كاتب انه لا هذا المكان مش بهذا المحل الفلاني، هذه الصوره اتخذت من سنتين، او انا كنت مارق من هونيك وبعرف المنطقه، وبالتالي هذا فيكم تعتبروه مصدر اعطى معلومه، وانا فيني اخذ هاي المعلومه وارجع اكمل عليها، دقق وغوص فيها بشكل اكبر واعرف اذا كان صحيح ام لا، والمصدر الاساسي اذا صح كمان او لا. قودنا اليوم انه كل شخص بده يشتغل في تحقيق الحقائق لازم يحدث قائمه بالمصادر الحيه، ثقه تكون دائما موجوده عنده حتى يلجأ لها في اي وقت فعليا لا تساهم معه في عمليه التحقق. التحقق يا جماعه هي ممارسه جماعيه، ما بقدرش محمود لوحده او بكر لوحده انه يمارسوا هاي المهمه لحالهم في مكافحه هذا السيل الكبير من المعلومات المضله على منصات التواصل. احنا بحاجه لجهد جماعي، عشان هيك محمود بتمنى انه ال 50 شخص اللي كانوا معنا اليوم واستفادوا من هاي الجلسه ومن هاي الادوات اللي ذكرتها حضرتك خلال هاي الجلسه انه يصيروا شركاء معنا في مكافحه التضليل الاعلامي والتحقق. عمليه التحقق بابسط امورها بحاجه فقط لدقيقه او دقيقتين من وقتك قبل ما تسلم بهاي المعلومه وتعيد نشرها من جديد، تكون مساهم في التضليل الاعلامي. دائما في هناك مؤشرات على المحتوى، اذا كان هذا المحتوى مبالغ فيه، اذا كان فيه اجتزاء، كان في جزء من المعلومه مغيب، هنا لازم احنا محمود نشك في هاي المعلومات فعليا وفي هذا المحتوى ونخضع للتحقق. متى محمود احنا لازم نتحقق فعليا؟ نحن لازم نتحقق دائما، بكل لحظه بتحصل عليها على معلومه لازم نتاكد منها ونتحقق منها. اذا كنتوا بموقع اخبار الكتروني هون بيكون الضغط عليكم اكبر، مش بس للتحقق من المعلومات ولكن حتى لتكونوا انتم ما يتم وسمكم بانه انتم موقع الكتروني ينشر الاخبار المفبركه وينشر الصور القديمه بدون ما يشير لها بانها ارشيفيه او تعبيريه او من اي مكان او توقيت مختلف، لانه الثقه والمصداقيه شغله كثير اساسيه للمواقع الالكترونيه. فافرضوا حالكم على الساحه الاعلاميه اذا كنتم صحفيين او اشخاص ناشطين بالجمعيات او الوكالات، وانشروا دائما التاريخ التوقيت مين صاحب الصوره، حتى لو كنتوا انتم ما بتعرفوا مثلا اخذتوا الصوره من جوجل اذكروا الصوره اخذناها من موقع فلاني ظهر على جوجل مثلا، وبالتالي بيعطي مصداقيه اكبر لكم. يعني ما فيني اخبركم عدد احيانا الجهات او الجمعيات اللي بينشروا صوره قديمه وبعدين من بعد الهجوم الكبير لا يعني واحد يعتذر يقول له ما نحن كانت صورة قديمة وكان مجرد لنلقي الضوء على مسألة معينة، ولكن خلص الضرب صارت ونشروا أخبار مضللة أو كاذبة على الإنترنت وصار في تشكيك بمصداقيتهم على الأقل من الأشخاص المتخصصين أو اللي هم يعني ملمين بوضع الإعلام بشكل أساسي.
سؤال معنا 10 دقائق تقريبا. في إجانا كمان سؤالين من مريم وإسراء. السؤال مريم بعتقد كمان مهم أيضا، في هناك تطبيقات بتتيح إمكانية أنك تركب صورة على فيديو وبالتالي تغير الشخص اللي موجود في هذا الفيديو، وأحيانا بيكون الموضوع بشكل دقيق جدا بنعمل صعب أنك تكتشفه من الوهلة الأولى. كيف ممكن تحقق مثل هذه الفيديوهات أو هذه التطبيقات فعليا؟ هلا ايه بالفترة الأخيرة صار في كتير انتشار لهذه التطبيقات، ولكن الشغلة الأساسية تنتبهوا للمنطق بالتعامل مع هالفيديوهات. يعني لما نشوف فيديوهات يلي فيها معينة بتغني ما يهي ما يهو، فهذه الفيديوهات انتشرت، ولكن لما عم شوف انه صار في يعني كميات هائلة كلها على نفس الغنية، فعرفت انه اوكي لابد يكون في تطبيق صار متاح للجميع والكل عم يعمل هذه الفيديوهات. التدقيق فيها يعني إذا أنتم شفتوا الفيديو بتشوفوا كيف حركة الرأس، حركة العيون، تفاصيل الحنك كيف عم تتحرك، إذا في خلفية معينة عم تمشي ولا لا. فالمنطق هو الشغل الأساسي بالتعامل مع الأمور. ما في أداة 100% بتخليكم تتأكدوا أو تعطيكم الجواب الشافي، ولكن في المنطق ونظركم ينتبه لهذه التفاصيل. من بيناتها إذا كان الوجه كيف عم يتحرك، الشفايف، العيون، الخلفيات للصورة، وبعض الزوايا يمكن تنتبهوا لها بأنه تعطيكم فكرة بأنه هذا الفيديو مش صحيح ومركب. الديب فيك والفيديوهات صارت عم تنتشر بشكل أوسع لأنه التقنيات صارت أسهل وأسهل ومتاحة للجميع بشكل أوسع، وهذا هو الخطر القادم على الوباء المعلوماتي لما ينتشر فيديوهات مركبة. ولكن هون بيصير ضغط على كل واحد منا يكون مستعد ليواجه هذا النوع من الأخبار المضللة. إسراء، إنه حكى الأستاذ محمود عن موضوع الديب فيك بالضبط، سارة أنا بتفق معك تماماً، نقدرش نعتمد على الآلة بكل الأحوال، صح لا أستاذ محمود؟ لازم يكون عملية التدقيق دائما عملية شاملة تجمع فيها ما بين مهارات الشخص نفسه، قدرته على البحث، قدرته على الشك في الأمور. دائما الأصل أنكم تشكوا في أي معلومة بتشوفوها أمامكم، ويبقى هذا الشك قائما إلا أن يثبت العكس فعليا. فمشان هيك الأدوات اللي أعطانا إياها اليوم محمود هي أدوات مساعدة تمشي جنبا إلى جنب مع المهارات اللي لها علاقة بعملية التحقق. مريم رح أخذ آخر مشاركة منك قبل ما نسمع الرسالة الأخيرة من محمود قبل ما نغادر هذه المنصة. مؤخرا انتشر فيديو لتومي كروز، ولكن في الحقيقة ليس هو، بالتالي كيف ممكن مواجهة هذا لحماية الأشخاص؟ في ما بعرف، عندنا في فلسطين محمود في قانون جرائم إلكترونية صار مؤخرا مثل هاي الاعتداءات نحكي أو التعديات متعلقة بالتزييف أو بالابتزاز أو غيرها من هاي الأمور. على صعيد عالمي كيف بتم فعليا مواجهة هذا النوع من التضليل؟ هلا اذا انا ذاكر مزبوط تبع فيديو توم كروز، هي مشكله عم تكبر هلا مع الوقت مع هذا التزييف العميق للوجوه، ويعني نوعا ما نحن محظوظين بانه ما حدا من مشاهير هوليوود، لانه هن عم يكونوا المستهدفين بشكل كبير اما بفيديوهات مثل توم كروز او بفيديوهات جنسيه او بفيديوهات تركيب سياسيه معينه. فكوننا بعاد عن الموضوع بعدنا شوي بالسيف سايد. طبعا اذا اي شخص بيحس بأنه هو صار مستهدف، في عندكم القانون، هذا المرجع الأول لكم مهما صارت الأمور. القانون ليش؟ لأنه من ناحية في عندكم الدولة أو وزارة الاتصالات أو أي وزارة موازية لها، في عندها أكسس للتواصل مع المواقع يلي عم تنشر هذه الأمور. يعني إذا كان على فيسبوك بيرفع مثل شكوى أو بيرفع دعوة بأنه يتم إزالة محتوى معين، يعني هذه إذا كبرت الأمور والأمر مشابه ليوتيوب أو غيرها. ولكن يعني علينا بس الانتباه وما نوقع بأول فيديو بنشوفه. يعني أول ما شافوا الناس توم كروز وكان الفيديوهات على تيك توك قالوا إنه أوف انضم توم كروز على تيك توك، ولكن أوكي ممكن اعتبر هالأمر صحيح، ولكن مثل ما أنت قلت بكر قبل بأنه يعني كون هالمعلومات اللي عندي شكك فيها بالبداية وقول إنه يعني في إمكانية يكون في شيء غلط أو مش صحيح فيها. يعني مثل ما انا اول شيء شفت توم كروز قلت اوكي اهلا وسهلا فيه، انا ما لي شيء عليه، ولكن بعدين قلت انه في شيء مش صحيح فيه، يعني الحركات اللي عملها او على الاقل الحساب يلي ما اعلن عن شيء فيديو او فيلم او ميشن امبوسيبل انه ليش بده يظهر على هذا الشكل. وبالتالي انا مجرد هذا النوع من الشك
أو التحريك المنطق بالموضوع خلاني أبتعد. يعني بعدين شفت للأسف مواقع إخبارية رصينة عم بتقول إنه توم كروز انضم لتيك توك، أنا قاعد عم اتطلع إنه طب شو الدليل يلي كان عندكم إنه مش مجرد فيديو نشر وأنا قلت خلص انضم لتيك توك، وبعدين منه account verified، يعني إذا توم كروز دخل لابد إنه يدخل والعلامة الزرقاء على ظهره وماشي، يعني بينما شفنا إنه لا في علامة زرقاء ولا في شيء، فهذا نوع من الشك كمان أكتر بالمواد اللي عنا إياها. محمود، كلمة أخيرة في هذا الفضاء وفي هذه التظاهرة للجمهور الموجودين معنا اليوم اللي عم بيتابعوا فعليا هاي الورشة ومهتمين في التحقق وأدوات التحقق ويكون جزء أساسي من هاي العملية. طبعا الشغلة الأساسية هي شكرا لحملة وشكرا للمنتدى اللي جمعنا كلياتنا، لأنه من يعني أولى النقاط اللي نحن بنشتغل عليها هي مثل ما بنشبك نحن بمصادر المعلومات لنوصل للمعلومة الصحيحة، من المهم أيضا أنه نشبك مع أشخاص وأفراد ومجموعات مختلفة لنتساعد سوية لنتأكد من المعلومات اللي بتكون عم تنتشر ولنساعد بعض، لأنه عم نشوف كيف الفيك نيوز والمعلومات المضللة عم تنتشر بشكل سريع، وبالتالي علينا مسؤولية نحن كأفراد وكأشخاص ملمين بالفحص المواد والمعلومات أنه دائما يكون في روابط. يعني مش غلط أنا إذا وصلت على نقطة معينة وبعرف مثلا بكر أو حدا من المجموعة هون متخصص فيها أكثر بتواصل معه، يعني مثلا على موضوع كورونا أنا ثلاث أرباع الأمور أنا ما بعرفها، تواصلت مع دكتور ودكتورة ومصادر معينة طبية لأخذ المعلومة منه لأقدر صححها بطريقتي الخاصة للعالم والمجتمع اللي حوالي. وبالتالي دائما اسألوا، دائما تواصلوا مع أشخاص بالمعلومات اللي بتشكوا فيها، وطبعا يعني مثل ما بكر هو عنده نشاطه بالبحث على المعلومات، في أنا وفي غيرنا تابعونا على تويتر، تابعوا نشاطاتنا على صفحاته على فيسبوك وغيرها، نحن بننشر المعلومات من بعد ما تم تصحيحها، وكمان بنحاول نساعد الأشخاص التانين. إذا في عندكم أي مواد بتشككوا فيها تواصلوا معنا بنحاول نصححها وبنحاول نرشدكم ونرشد حالنا للمعلومة الصحيحة. نعم، شكرا محمود، شكرا جزيلا لك على كل هاي التفاصيل اللي أفدتنا فيها اليوم، وأنا حقيقة مستمتع وجميعنا هون أعتقد استمتعوا في هالورشة، وكنا نتمنى يكون معنا وقت أكبر فعليا حتى نبحر معك أكثر في الأدوات اللي ممكن نستخدمها، بضم صوتي لصوت محمود وأيضا لصوت سارة بأنه عملية التحقق لم تعد مرتبطة فقط بالإعلاميين والصحفيين القائمين بالنشر، هي جزء من ثقافة التربية الإعلامية اللي احنا بنحاول وعم نسعى في الوطن العربي جاهدين للارتقاء بها في صفوف المستخدمين للاستخدام السليم لمنصات وسائل وأدوات التواصل الاجتماعي. اليوم هاي الورشة جت بوقتها محمود لأنه احنا في فلسطين على أبواب الانتخابات، لم تبدأ فعليا العملية الانتخابية من حيث التصويت والدعاية الانتخابية، وبدأنا نشهد سيل كبير من المعلومات المضللة المتعلقة بالعملية الانتخابية. بعتقد هاي الأدوات كثير رح تفيد اللي اليوم حضروا معنا في انهم اي محتوى بخص العمليه الانتخابيه في فلسطين يراجعوه ويخضعوه لادوات التحقق قبل ما يقوم بنشره. التجارب في محيطنا في الولايات المتحده، في بريطانيا، في البرازيل اثبتت بان التضليل الاعلامي يؤثر بشكل كبير على نتائج الانتخابات، وهناك بات مصطلح جديد، عصر ما بعد الحقيقه او صدمه ما بعد الحقيقه فعليا، حين يصدم الجمهور بانه صوت نتيجه المعلومات المضلله وفات الأوان لا يكون هناك إمكانية للعودة لوراء أو لتغيير نتائج هذه الانتخابات. لذلك كتير مهم اليوم إن إحنا نكافح معاً سوياً موضوع التضليل الإعلامي على منصات التواصل وغيرها من المنصات وفي الفضاء الرقمي. أخيراً كتير مهم في إن استبيان أو تقييم موجود، كتير مهم إنكم تقيموا هاي الورش وغيرها من الورش حتى يساعدنا في تطوير المنتدى في السنوات المقبلة، اللي بتمنى أن يستمر هذا المنتدى بمسيرته وأنه تكون العام المقبل بعيد عن الجائحة نلتقي وجاهاً مع بعض نتعرف بعض أكثر. وبعد هاي الورشة عند الساعة الخامسة توقيت فلسطين رح يكون في عنا ورشة حلول الأمن الرقمي للمنظمات والأفراد المعتمدة على المصادر المفتوحة، بتمنى تشاركوا فيها ونشوفكم هناك إن شاء الله. شكراً جزيلاً لكم على حسن المتابعة، وشكراً لك عزيزي محمود، ونلتقي قريباً إن شاء الله. إن شاء الله.